السلام عليكم الاولاد بصعادة وبصعادة كالعادة في رياكسيون جديدة الاولاد بليد دوغ عنده 3 ايام اللي هبطلنا تراك اسمه فرصة والفرصة تتعطيه برا ما تتعطاش مرتين لذلك التراك هذا عامل 68 الف كهو في على خاطر ما يحبوش يحبو ياخذوا فرصة فرصتين ما يحبوش ياخذوا فرصة برك شو نسمع التراك خير ملا انترويت عندك هكا 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 ليتس جو الحق الحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم والله تعري وتوري مش يقولوا اكبر كل يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق انت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة في سد ومبت البر ما سمعوا بليك او كفر صح مش بينا ما لبسناش مرار فلسطين ما يتغسلوا جريدة اش عندي مريتش واحد يقرا في جريدة شكون مازال يقرا في جريدة ليمون شكون مازال يقرا جريدة دوغ يقرا جريدة بالفرنسي ثقافة برشا اسم مقصودة كليب ودنيا مقصودة قولك كزوز كزوز تافهين باش يريكتيو هنصدمهم صحيح راهي مش عارف يا قلبي من اللي عني عاونتي باقي اللي تهن الحب خديعه وصيتك مركز الراس رزن يا اخونا شني الفايب هذي شني هذي الناس دلوني هزوني القاضي الاحكام حتى في نومي متحير رجيني في الامنام ويلا انا الفرصه اللي ضاعت ما عاش تجي انا الفرصه اللي ضاعت وما عاش تجي يلا يحكي على روحه برشا إيه يحكي عليا زيدا يحكي على روحه ويلا عرفتك ملايكة وطلعتي شيطان رجيم واش نقول ونداري نعدي ليالي واش نقول يا أخونا واللي ذي طلعتي شيطان رجيم مني نعارضك فيها على خاطر الشيطان برو قعد بجنبي وعمل لك سيب كيفيش يا أخونا قلبي سيبي كبير والله لو اسست العالي هذا الكل منين جاوا الافكار هذا ما اقول ايه معنا جي الشيطان يحكي لك على الاكس بتاعك راني ما عنديش حتى فهم والله راني صافي معك مصدوم كيفي كيفك شنو هذا قال لي شنو هذا يا اخونا سوم رخيصي بيعو الغالي واش نقول واش ندير قصوا لي جناحي دلوني يا ناس الخير اوه الفازة ذيك الفازة كي عملها لي واحد وني صغير لليوم الكورة ذيك كي غرس فسكي والله عنا عم حسن ربي يدي ليه يعني في الحمر الفقاري نذكروك كي طوى انا جان عمك حسن ليلة بليلة كل عشيري ويلو ومكهوة معايا باللي صار عادي قلبك تصبر والغدار يبينو يتولي لك باللي عاو تشعل النار ناري ميقودة واللحم اللي تقلاني القلب برد خاطر الذل يهمالي ورقه برمسبور القلب برد ما عاد فهم برمسبور اخونا يا حسره جنوة ما حاب نجمش نركز يعني في الكليب برشا خاطر مركز مع البارول عمل ثقلاني القلب برد خاطر الذل يهمالي وكان الحر في بلاد الرخص القلب برد خاطر الذل يهمالي قلبي برد خطر الظل يا ماليه يا برو سيذوق المر لمي ما تواسي قتلي الدنيا حلو ومر ويلا انا الفرصة اللي ضاعت طبعا انت كي توقف على بار كي بدك لك ما تعودوش كي البابا غام انا حاول باش تفسره فما ما اسهل منه فما انا والبار الاخر قلبي برد خطر الظل عنده مالي قلبي برد على خاطر كل شيء ولا يجيب الذل واني مانيش نذليل الذل عندهم مالي فما اسهل منه البار مش نفسروا معناها كي قفت عليه قولوا فسروا قوتو قوية شوف ساعات بالرسمي هو لا 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 كل انسان يمشي على مخه حسب مخه فانت تحس البار اللي يعني مفهوم ايزي ساعات تجي كلمة بالفرنسية احنا نقولوا شنية الزعمة اش قصد بها تلقى واحد يتفرج تتفرج كسر كيفاش ما فهموهاش صحيت تلو رياكتوات وتدري وحس وبصعدة كالعادة ما عاش تجي
يلا عرفتك ملايكة وطلعتي شيطان رجيم ويلا الكورة عرفتها لقدامه تقبل هو قاصد يوري حاجة تقدم راه حاجة مع يلا كارو هذه قبل نشوفها ب 4000 شو البحر بلاستيك هايله في البحر شوتا كيما نعرف اني في وجهك هذيك تنسى امك وابوك وحوبتك وحوان تعشوا انا الفرصه اللي ضاعت ما عادش تجي ويلا عرفتك ملايكه وطلعتي شيطان رجيم سب الحاج ما دخلتش الورقه هنا ابوك تقول انا الفرصه اللي ضاعت ما عادش تجي ويلا عرفتك ملايكة وطلعتي شيطان رجل نعم بوك الكلب جيم 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 غريبة يا دنيا عجيبة ناس فرحت لي في وقت المصيبة زيدينا يا دنيا زيدينا ورقة المي واكسبريس ويحسب لك اخونا ما جابك حتى احنا الجبنة لدينا وحدي كان بدل ثنيتي الباب اللي تسكر اخلعته معلم وسبته في زيتي زيني برو لحظة شعشك عملت هيك قشعر ولا قشعر عندي خمسة شهور لحمي ما شوكش بليد دوق عملها وحدي كان بدل ثنيتي الباب اللي تسكر اخلعته معلم وسبته في زيتي وقلبي وحدي كان بدل ثنيتي الباب اللي تسكر اخلعته معلم وسبته في زيتي وقلبي اللي سمح حركته وقلعته ما خنتش وهما اللي خانوا واحنا اللي كنا وعمرهم ما كانوا نتفرجوا مبهن في العرض ما يبين علامات الساعة بانوا شنو هذا يا اخونا شو بيعمل لك في الاخر اسمعك تضرب كانوا نتفرجوا مبهن في العرض ما يبين علامات الساعة بانوا شو يخطف يا برو الفرصة اللي ضاعت ما عادش تجي انا الفرصة اللي ضاعت ما عادش تجي مش نهبط عليها ستوري مش نهبط عليها ستوري هذي ويلا عرفتك ملايكة وطلعتي شيطان رجيم ويلا انا الفرصة اللي ضاعت ما عادش تجي ويلا عرفتك ملايكة وطلعتي شيطان رجيم والله والله الشيطان ساعات نظلموه رانا ساعات نظلموه موسيقى افرو ما عادش نفرق وقت الموم ولا فمك الميكس ما بين انواع الموسيقى المختلفه فهمت ولا لا ما لقيتوش شنو انا حتى ما لقيتوش تو ركزت في الباز نتاعو تاع افرو هيك قال لكم البلق 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 ايه برو بسمي لك ما عنديش المصطلحات برو يعني التراك هذا شبيني تاوى سمعته سمعت غني ترك هذا بعد 3 ايام خويا واللي برجولية خدمة محلية شوف ياسر ملون دا بليد دوغ ياسر ملون بالرسمي ملون عنده برشا الوان موسيقية معناها يختلف عنده صحيح عادي يطلع لك عادي يطلع لك حاجة يمكن ما سمعتش بليد دوغ فيها دريل تلقاه وين في كل شيء صحيح يتلون يتلون برشا يتلون الحربية سميوه الحربية حربية متاع الراب التونسي السيد هذا حربية حربة حاسيلو رايك في التراك والله غير اسمعني بلي ما عادش تغصورني في التراك خلنا نطلقه خلنا نولي نعطي حل اليدوي ايه رايك التراك باهي مزيان سمعت مخير مثلا البليك دوغ سمعت في مور انرجي في مور كذا لما بغض النظر على لحمي اللي شاو قلبه قلبه مش عادي الاخراني ما فهمت شيء لما سمعت له مخير البليك دوغ ما انا عنده في الانرجي في الحاجات الكذا لكن عندي ملاحظه قبل كنت ديما نقول حتى بيني وبين روحي قبل حتى ما نعملوا رياكتوات كي نسمع تراكات البليك دوغ فما
عنده تراكات رعب رعب بالرسمي رعب ومخدوم لهم كليبات وتعب عليهم وفهم عنده ويجي يطز هالك بالكلام ازاي وكنت علاش حتى مقبل الرياكسيونات انت علاش يا بلي دوك تراك يطير فهم باش نحكي لك كلام ازاي وظهر لي لاحظنا حتى واحنا الرياكتيو لاحظت الملاحظه هذه وقلت بلي دوك خدمته مزيانه على الاخر طايره على الاخر ارتستيك مود طير لكن يا خونا علاش الكلام ازاي فاهم باش نحكي لك اليوم ترى اللي كنرجعوا تراكات الاونه الاخيره تحس اللي بلي دوك ولا يتحرك في التحرك هذاك ناحي في الكلام الزايد وحاجة كلين وحاجة نظيفة وذاك المطلوب يلعب على المرشي الكبير ويلعب على الجرومبي صحيح وخدمته كما قلت لك من قبل معناها مش مستحق انت طب تقول له شنو رايك في التراك هذا ولا شنو رايك في هذا مش هو مستحق الناس اللي تتبع فينا تحب تعرف راينا الناس اللي تتبع فينا هي تجي تطلب منا بسعادة رياكسيون على التراك الفلاني يحب يسمعك انت شنو تقول على التراك هذاك على التراك هذاك بالذات صحيح التراك هذا بالذات سمعك ما خير مزيانه خدمه مزيانه انا شفت عليه خدمه مزيانه انا في التراك هذا الاذواق الموسيقيه تتكلم كل واحد له خاصه اني امور نتاع تعرف يدوق ولا شيء يعني فرصه ما عادش نتعاود يعني شيء غادي نحكي يعني غادي الملعب نحب نلعب نحب نكور اني غادي وانا نحب نكور غادي انت خليكس كاور يعني مش نلقى ليكس غادي كي يعبر عليا الانسان هذا هذا يعني كعبه الاخره ما عادش نجي الكلام هاك الكل يعبر عليا يعني اخر كعبه تحشيلك فيا من الاخر غنيه كمتاليه مصدق انا اللي عندي لعبت تحشيلهم فيك باي والله خسروك ما عادش تتعاود اللي خنانة تكتب على الحيط ظلمو نعرف يعني طب انت عندك مع الخنانة باهي اخونا بالنسبة لل نحكي واحنا طبعا بلي دوغ والعباد اللي تفرج علينا تستنى في راني يعني بلي دوغ قلنا شي خالي قلنا نحكي وما لنا نحكيه على الاختلاف وعلى كل مرة تسمع في تراك ما يشبهش الخوة عند بلي دوغ هكا اللي تحب تقوله ليه ومتنوع ويلاون في الموسيقى متاعه هكا ولا شي خالي فك التراك اللي في العباد تعرف تحطها في الكومنتارات عنده في الرينج متاع سالة متاع كيك بوكسينج عنده تراك هارد يا اخونا هكا بلي دوغ غادي شي خالي الفايبوت غادي عم نحكي على التراك اليوم فرصه تراك فرصه خذك سمعت خير سمعت ما خير اني شفت عليه مزيان التراك سمعت ما خير اني عجبني مش نورمال التراك مش عاد الناس سمعوا زيد باش نمشي نهبط عليه تاو ستوري شنو ما نسبي لا هاكا دي ترايك انت وانا دي تراي اي الاولاد بسعاده وبسعادك العاده تسحق اي حاجه غير الفلوس تاعك على طلب الانستغرام غادي ما يتعدى لك شيء كان سرت وما يدي عليك شيء كان حق اش معناه يتعدى لك كسرت بيت في العباد برا معناها انت فاهم لا معناها معناها انت من لوك تسحق حاجه غير الفلوس ما يتعدى عليك شيء معناها لا يبراكيوك لا يفكولك لا يضربوك لا شيء على ضمانتي يعني لكن سرت خويا ما عندي من عمل له واني في من نجمش نسيطر عليه سرد خويا حاجه انا اني وي بيتين برا ديجا فاهم اخي في الانستغرام اخي دار ولا انستغرام استعد عليك سرد وما يفهم ما يدي عليك شيء كان حقك خاطر بالرزمي في اي بلاصه في العالم ما دمنا في تونس يدي عليك شيء كان حقك في تونس كل بلاصه في العالم لا 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 ما فهم عليك لا 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 خواتنا في فلسطين كلها حقها ضاع مش نحكي يا ودي حقها ضاع والعالم يتفرج بيه. العالم اللي انت تقول ليه ليه اللي مش يعطيك حق العالم نفسه هكا وقت اللي تقوم عندهم مظاهرات من شعبهم يعني مظاهر يطلعوا له بالعصي وبنفس المنظر اللي ترى فيها عنا بالمي وبالعصي وبالكريموجين كله بس بيه. هو البلايص الكل يضيع فيهم حقهم لكن كمام غادي وقت اللي تمشي تخدم اخويا شهر يعطيك 3000 يورو فاهم كي تمشي تحب تشري كهرباء تشريها بالتقسيط وما يزيدوش عليك 15 مليون كيما كي باش تطلع تسهر غادي ما تنجمش تطلع تسهر ب 50000 كيما في تونس لا شنو تنجم تسهر يعني ب 50000 خاطر لهنا تسهر ب 12000 حتى هذا دخلك خاطر عارفينك فقير ايه؟ عارفينك فقير وفي بيت حقيره عارفينك فقير ما يحرموكش الدخل غادي كي عارفك تاخذ في 3000 على قلبك اصرف ولا ما تدخليش باب الدخان ب 50000 حتى هو كي يجيك من غادي كي ويجيك لتونس اللي انت تسهر فيها ب 12000 يجي يشريك انت وتونس ويبدا يتفسح وما حدش وسايح وما يكلم على فتره الدنيا داخلين لي الموفا فيك روس داخلين لي الموفا فيك بالدلاع في ايديهم شحال الدلاع من البر هذاكم روس شو هذاكم روس